اليوم سوف نتعلم ماذا تحتاج النباتات حتى تعيش وتنمو. يوجد أنواع كثيرة ومختلفة من النباتات. هل تعرف ماذا تحتاج النباتات حتى تعيش وتنمو؟ النباتات أي plants تحتاج إلى الماء water. نحن نروي النباتات بالماء، وأيضاً تحصل النباتات على الماء من الأمطار rain. جميع الكائنات الحية living things تحتاج إلى الماء. النباتات هي كائنات حية. النباتات تحتاج إلى ضوء الشمس sunlight. النباتات تحتاج إلى ضوء الشمس حتى تصنع غذائها، ومن المهم أن تحصل النباتات على ضوء الشمس. النباتات تحتاج إلى space مساحة حتى تنمو. جميع الكائنات الحية تحتاج إلى مساحة حتى تنمو وتكبر. أحياناً كائنات حية أخرى تساعد النباتات البقاء على قيد الحياة، مثل bees أي النحل. النحل مهم جداً للنباتات لأنه يساعد النبات على التكاثر وإنتاج نباتات جديدة. لقد تعلمت اليوم ثلاثة أشياء تحتاجها النباتات حتى تعيش وتنمو، وهي water أي الماء، sunlight ضوء الشمس، space المساحة. شكراً لانضمامكم لهذا اليوم. تمنياتي لكم بيوم رائع. مع السلامة. نأمل بأنك استمتعت بهذا الفيديو. لمشاهدة هذا الفيديو باللغة الإنجليزية، الرجاء الضغط على الرابط أدنى والموجود في صندوق الوصف. لا تنسى الاشتراك في قناتنا. شكراً للمشاهدة.